واهلا بيكم معايا في حلقه جديده معايا في البيت. طبعا انا مستنيه تليفوناتكم ومسجز بتاعتكم على فيسبوك وعلى الايميل بتاعنا اللي هيطلع لكم على الشاشه دلوقتي، فيا ريت دايما تحاولوا تشاركوا معايا باراء ورايكم ايه ونفسكم تشوفوا ايه وعايزين ايه، يعني عشان احاول دايما اعمل لكم اللي انتوا عايزينه. جالي برضو شويه حاجات على الفيسبوك وعلى الايميلز وكده، ان في ناس كتيره عايزه تشوف متخصصين لعلاج السمنه وبرده متخصصين في امراض النساء والولاده وبرده متخصصين في يعني دكاتره اطفال، ودول ان شاء الله برده هنحاول ان احنا نجيبهم قريب جدا عشان يتكلموا معانا بالذات في الموضوع السمنه وكده. انا عارفه ان انا من الناس اللي محتاجه اخد اراء كتير في الموضوع ده، وعايزين هيبقى معانا برضو حلقة إن شاء الله عن مناسك الحج، ودي حلقة مهمة جدا. وبرضو في بنات كتير بعتولي عايزين يشاركوا في الحلقة اللي هي بتاعة تعليم الطبيخ وكده، ودي حاجة لذيذة برضو إن في بنات عايزين يجوا يحضروا الحلقة ويتعلموا الطبيخ، يعني حاجة كويسة يعني. فبعتولنا، وطبعا لو في أي حد عنده مواهب اختراعات اي حاجه من الحاجات دي بليز ابعتولي عشان تقدروا تبقوا ضيوفنا معانا هنا في الحلقه. واحنا المفروض ان شاء الله بعد العيد هيبقى عندنا تغيير شويه في البرنامج، هيبقى عندنا فقرات مختلفه واكتر، ويعني الموضوع هيبقى مختلف شويه بعد العيد ان شاء الله. فلو انتوا عندكم اي حاجه او نفسكم في حاجه معينه ابعتولنا دلوقتي، عندنا هو تقريبا اسبوعين عشان نلحق برضو نضيفها في الجدول بتاع برنامجنا في البيت بس بعد العيد ان شاء الله. احنا دلوقتي النهارده الحلقه بتاعتي هتبقى حلقه جميله، لان انا النهارده معايا فنانه تونسيه جميله جدا جدا انا بحبها شخصيا، والنهارده انا اول مره اقابلها ومبسوطه ان هي جات لي البيت وهتطبخ لنا اكل تونسي. بس هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هيبقى معايا فريال يوسف ونشوفها بس بعد الفاصل. الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز. ويستام يونايتد. اليوم في هذه الأوقات على نايل سبورت. بعد الفصل ومعايا فريال بقى هنا في اوضه السفره بتاعتي. ايوه انا قاعده معاكي في اوضه السفره في بيتك. أيوة. في بيتك. ايوه ايه رايك بقى في البيت؟ هايل. انا ممكن اجي اعيش معاكي على فكره. يا ريت تعالي معايا كل يوم. في الكواليس برضه ممكن تلاقيني كل يوم قاعده جنبي. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. عامله ايه؟ تمام كله كويس؟ قاعده معاكي طبعا انا اكيد تمام. لا منوراني والله، انا مبسوطه بجد يعني. انا النهارده اول يوم اقابلك بس انا مبسوطه ان انا قابلتك، انا بحبك جدا. وانا كمان يعني مش اكتر مني اكيد. قولي لي بقى يا فريال، انت خلاص استقريتي في مصر؟ من 3 سنين. اه بالظبط من 3 سنين. ومش ناويه ترجعي تاني تونس؟
والله تونس، بصي انا بروح كتير لتونس، ففي رجل هنا ورجل هناك، عامله كوبري بقى اوكي بين الاثنين. ومصر في خلال 3 سنين حاسه بجد ان انا قضيت نص عمري فيها، مش عارفه الاحساس ده جالي ازاي بجد، انه بيقول لك اول ما تخش مصر بتحس بالامان، بتحس بالاستقرار، وبتحس بدفء كده، وشعب بيحتضنك، وناس بطباعها وطريقتها خلتني احس ان انا بجد في بلدي، فمش حاسه بفرق. يعني انا بقيت بروح تونس سياحه دلوقتي، بودي معايا مصريين في اجازات اعياد، اجازات، كل حاجه. بس طبعا دي بلدي اللي نشات فيها وبحبها جدا، تونس جميله جدا. او طبعا تونس معروفه، واصحابي المصريين اللي راحوا لمصر طبعا لتونس قالوا لي عنها كلام حلو قوي طبعا، وانا اكيد شايفاها. انا نفسي اروح جدا تونس، يلا انا عارفه، انا بسمع يعني كل الناس، اخويا راح مره واصحابي كتير راحوا، طبعا بلد تحفه. بس مش هوديكي معايا في الشتاء احسن. انت بتحبي الشتاء ولا لا؟ بتحبي جدا الشتاء؟ جدا. قلت ممكن تضربيني. لا ليه؟ لا ده انا بحب لانه ساقعه قوي، وفي ايام بتيجي يعني كانه جو اوروبي جدا. ده احلى حاجه. اه طب يلا. ايوه انا مبسوطه جدا اصلا. اليومين دول بدا يبرد بقى، فبدانا بقى فاهمه نبدا شويه نلبس جاكيت بتاع. انا بحب الجو، انا بحب الشتاء عامه. والله بصي انا مولوده في الشتاء، انا مولوده في ديسمبر. اوكي. فمش محبه قوي للشتاء، بحب الربيع. بحب الجو ده. هو الربيع حلو لانه لا شتاء ولا صيف، في النص كده جو حلو، في شويه برد صغننين كده، هوا بتاع. ما بحبش البرد قوي، ولما اروح اوروبا بقى مش عارفه ببقى لابسه 5 شرابات على بعض، على ثلاثه مش عارفه ايه، مش عايزه عشان اقول العوده. ايوه وبتاع مش عارفه كله، مش قادره اقول لك، وببقى بحاول اخبي مناخيري ووداني على قد ما اقدر، وايديا وجوانتي. لا لا عذاب عذاب. انا ما بحبش اروح اوروبا في ديسمبر او في شهر واحد، بفضل اول ما يجي الربيع. انا عايز اقول لك، انا السنه اللي فاتت رحت امريكا في الشتاء بقى، كان في ثلج، اول مره اشوف بقى ثلج في حياتي. انا اتبسطت جدا، لان انا طول عمري في وقت الشتاء بسافر اماكن صيف، يعني اروح حته فيها صيف. فالسنه اللي فاتت كان فرح بنت خالتي، وقلت لا انا لازم بقى اروح عشان كمان هيبقى شتاء وثلج، ونفسي اشوف، نفسي اشوف ثلج، ما شفتوش حياتي. ما شفتيه؟ شفتيه. اتبسطت ونزلت في الشارع في المطره والثلج نزل عليا. والنبي ما قلتيش لحظه بيني وبينك وبين نفسك يا ربي ايه اللي انا فيه ده؟ لا خالص، ولا لحظه، ولا في الشارع، ولا ثانيه بعد 3 ساعات ماشي خالص، ولا الهوا ده. كنت مبسوطه جدا، انا بحب المطر اصلي، وبحب التلج، وبحب الجو البرد، بحب ابقى متدفيه ولابسه كتير كده. اصل في الصيف هقول لك حاجه، عندك صيف وبرد، صيف وحر، صيف وشتاء، ايه اللي انا بقوله ده؟ الصيف هتعملي ايه؟ حر حر، بنشتغل واحنا بنشتغل، وحر مهما عملتي، ركبتي عربيه حر، قعدتي في بيت في تكييف برده حر، حتى لو برد وخرجتي بره حر. صح. انما الشتاء هتتدفي. احنا جبنا لكم الشتاء النهارده، البسوا بقى الدفو في بيوتكم، الناس عانت في بيوتكم. طب طبعا انا عايزه ابارك لك على الجائزه في مهرجان اسكندريه عن فيلم بالالوان الطبيعيه. ميرسي. بصراحه الجائزه دي مش قادره اقول لك، انا ما توقعتهاش خالص، كنت لسه مخلصه تصوير، وكان يوم اول عيد، رايحه عيد الصغير، رايحه تونس بعد فتره يعني طويله ما رحتش بلدي وما شفتش عيلتي، فكنت مبسوطه جدا ان انا رايحه، وانا في المطار رايحه لتونس كلموني قالوا لي في ريال لازم ترجعي مصر عشان مهرجان في دعوه ليكي وكله. قلت لهم انا رايحه تونس، قالوا لي لا ضروري لازم تيجي. فانا ما خمنتش يعني، مش فاهمه، بس كلمه ضروري دي يعني فيها ان ما انا عارفه الاحساس بالظبط. فقعدت 5 ايام بالظبط ورجعت على اسكندريه، وكان احلى شعور طبعا، وانا بتكرم في البلد اللي انا بحبه، مصر. مصر اللي احتضنتني جامد جدا، وهي فاتحه دراعاتها كبيره قوي بتكريم، وهو التكريم انت عارفه يعني هو اعتراف بمجهود الفنان طبعاً، بموهبته طبعاً، بتعبه، بتحضيراته، بشقاه، بكل حاجه. الاعتراف ده حلو جدا لما يجي في بلدك، ولما يجي في بلد غير بلدك برضه فيبقى اقوى، لانه طبعاً اعتراف من ناس تانية بتبقى بتقول الله يعني الحمد لله انا اعترفوا بيا في بلدي، وبيعترفوا بيا في حته تانية غير بلدي، فيبقى احساس رائع جدا. وانا لغايه اللحظه دي عايشه الاحساس الحلو ده، وحاسه ان انا ادوني دعم جامد جدا، بوش اب كبير جدا، ان انا ادي احسن ما عندي، وان انا ما اخيبش ظن الناس فيا يعني في اختياراتي وفي حاجات اللي انا هقدمها بعد كده. طب حلو،
يا مبسوطه جدا جدا. ها احساسك؟ طب عمل ايه يعني وانت واقفه على اولا لما ندوا اسمك وقفتي على المسرح وخدتي الجايزه؟ بصي انا جه كده اهو اتصورك. صدقيني انا يوميها كنت اول ما اتقال اسمي ما توقعتش، اول ما اتقال اسمي الله طب ده اسمي ده انا، ده انا طلعت وخدت الجايزه، واول ما استلمتها وانا حسيت السقعه ضربت يعني موضوع السقعه في برد كده جه فجاه، وحسيت انه ركبي خلاص يعني مش قادره. اول ما نزلت من على ستيج بصي واضح الفرحه جدا، كنت كده مش عارفه ده كنت اكيد اكيد كنت بتعملي كده معوجه. لا بس لا بس الصور كانت مبينه كمان، انا عشان شفتهم قبل ما ننزلهم، لا كان باين قوي قد ايه انت مبسوطه ان انت خدتي جدا الجايزه، جدا جدا. وطبعا احساس تحفه طبعا يعني. الناس ما بنوصل لهمش ان احنا مرعوبين، بس بجد يعني احساس فرحه على هي مفاجاه. ولقيت لطفي لبيب تحت كده مبروك، وده يعني اول ما مسك لي ايدي وقال لي مبروك كده حسيت ان انا هديت خلاص، اللي هي 10 ثواني رهبه كده، ستيج وجايزه واعتراف وناس بتصفق لك ان انك ايوه انت انا في مصر وخدت تكريم وجايزه من الناس دي، فشعور لا اكيد يعني ان شاء الله ربنا يكرمك وتاخدي جايزه في بلد تاني غير بلدك هتحسي نفس الاحساس اللي انا بتكلم يا رب عنه ان شاء الله. طب قولي لي، طيب انت دلوقتي تقريبا بداتي من 12 13 سنه تمثيل في تونس، وبعدين جيتي على هنا، وكانت تجربتك في الالوان الطبيعيه كانت تعتبر انت يعني ليكي اكسبيرينس، ومعظم ابطال فيلم بالالوان الطبيعيه كانوا لسه شباب وجوه تعتبر نسبيا جديده. جديده طيب ما خفتيش من ده؟ اطلاقا لا لا، لانه بصي في الصداره مين اسم مين موجود في العمل ده والمشروع ده؟ اسمه اسامه فوزي، اللي اكيد كل العالم لما بتحلم تعمل فيلم في مصر في اسماء معينه بتحلم انها تشتغل معاها، من ضمنهم اسم اسامه فوزي. فانا بامانه لما كنت رايحه للكاست عشان اقابله وانا داخله يعني قلت استحاله هيفكر انه يديني اي دور، بس فرصه ان انا اتعرف عليه، يعني اسمه معروف، مخرج معروف جدا، بحبه جدا، بحب اعماله من ايام وانا في تونس يعني بتابع اعماله. ف لما شفته قابلته في نفس اليوم، اول ما اتفرج على السي دي هي كده فيها دي في دي عليه مونتاج من اعمالي في تونس، قعد كده 10 دقايق بيتفرج بيتفرج، بعد كده بص لي قال لي انت ليلى؟ قلت له إيه؟ نعم نعم يا فندم. يعني قال لي انت ليلى؟ قال لي ليه؟ مش عارفه ايه مين ليلى اصلا، بس انا معاه خلاص يعني هو قال نطق دور خلاص في دور مبدئيا في دور تمام. فقال لي تعالي بقى نروح للمكتب، كنا في ميتينج روم، قال لي تعالي نروح للمكتب واحكي لك عن الفيلم والدور. لما عرفت انه دور بطوله معاه فيلمه ودور دور كان قوي بصراحه، هو مختلف كمان عن الادوار اللي قدمتها في تونس. ومش سهل، كان تحدي لنفسي وانا كنت مبسوطه جدا بالدور ده، لانه الدور ده اداني مساحه تانية العب فيها واداء تاني وادوات تانية ما استعملتهاش قبل كده. انه دايما انا في تونس اتحطيت في اطار البنت الطيبه القطقوطه المنعنشه البنت الغنيه الكيوت ايوه ايوه زي يعني أيوة. عايزه ابقى شريره ايوه ابقى سفاحه عارفه والله نفسي فيه ده الاحساس الوحيد يعني ممكن تعيشي وانت بتقتلي وانت يعني احساس مختلف احساس مختلف يعني تضربي حد كده أيوة. مش عارفه احنا مش طبعنا كده، لكن اهو